السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة هنبدأ الفيديو الخامس. آخر فيديو كنا اتكلمنا عن مسألة اسمها Storm River Problem. النهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة اسمها Fourier Integral. من كام فيديو كده اتكلمنا عن Fourier Series، وقلنا إن Fourier Series بيخص الـ Periodic Function، لكن Fourier Integral هيشتغل على الـ Non-Periodic Function. طيب عايزين نعرف بقى الفرق ما بين الـ periodic function والـ non periodic function. أول فيديو تقريبا اتعرفنا على الـ periodic function وتعلمنا ازاي نحدد الـ period بتاعة الـ functions. الـ periodic function كانت بتعيد نفسها على interval معينة، يعني لو بصينا هنا هنلاقي ان الـ function ديت اللي اسمها function x بتساوي c من نيجاتيف الباي للباي بتعيد نفسها كل شوية. يبقى هنا لو بصينا هنا من الزيرو طلعت وكده نزلت تاني وهكذا بتكمل من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية على الانترفال من سالب باي لباي. الدلتا مثلها بإيه؟ الدلتا مثلها بشوية ساينز وشوية كوساينز. هنا الوضع هيختلف. تعال نشوف فانكشن اكس زي ديت بتساوي واحد وزيرو. واحد امتى؟ لما يكون المودلس بتاع الاكس اقل من الواحد، يعني اكس من سالب واحد لواحد. يبقى من سالب واحد لواحد الاكس ليها قيمة، او الفانكشن اكس ليها قيمة واحد. طيب والباقي؟ لا بزيرو. يبقى الفانكشن عملت لي سنجل بالز، طلعت مرة واحدة بس والباقي كله بزيرو. يبقى كده الفانكشن دي بريوديك؟ لا، يبقى الفانكشن ديت نان بريوديك، متقدرش تعيد نفسها. يبقى بالتالي هضطر ان انا افكر تفكير مختلف عن فورير سيريز. الاختلاف هنسميه فورير انتجرال. من الاسم هعبر عن الفانكشن اكس ديت بتكامل. يبقى فورير انتجرال فور نون بريودك ايه فانكشنز، همثله ازاي بقى؟ فانكشن اكس بتساوي تكامل من زيرو لما لا نهايه اي اوف اوميجا كوزاين اكس اوميجا زائد بي اوف اوميجا ساين اكس اوميجا، كل ده دي اوميجا. ايه اوف اوميجا؟ خد بالك انا بكمل هنا بايه بالنسبه لاوميجا. ايه اوف اوميجا هكامل بالنسبه لاكس، وهنعرف ليه دلوقتي. بي اوف اوميجا نفس الكلام هكامل بالنسبه لاكس. طب تعال نشوف الاكسبريشنز. ايه اوف اوميجا بتساوي واحد على باي تكامل من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه فانكشن اكس كوزاين اوميجا اكس دي اكس. بي اوف اوميجا بتساوي نفس الكلام بس ساين اوميجا اكس، عامله بالظبط زي فورير سيريز، صح ولا لا؟ كان في هنا an، كان في هنا bn، والan كان معاه كوزاين والbn كان معاه ساين، صح؟ كانت مهمتي كلها ان انا اجيب الa نوت والan والbn، لكن هنا يبقى مهمتي كلها ان انا اجيب الa في اوميجا والb في اوميجا. ليه بقى بكامل بالنسبه للاوميجا؟ علشان الاوميجا تروح ويتبقى لي فانكشن في اكس. بكامل تحت بالنسبه لاكس علشان الاكس تروح ويتبقى لي اوميجا. يعني ايه اكس تروح؟ انا بكامل على انترفال معينه، بالتالي هعوض عن المتغير بتاعي بالانترفال دي، بالتالي هيروح. طيب تكمله النظريه بتاعتي بيقول لك لو انت عندك discontinuity عند نقطه معينه هاخد الايه الافريج زي ما قلنا قبل كده، زي فورير سيريز بالظبط. في كوزاين فورير انتجرال وفي ساين فورير انتجرال. في الكوزاين كنت بعمل ايه؟ كنت بقول ان الفانكشن اكس بتاعتي ايفن فانكشن، بالتالي هيبقى البي اوف اوميجا بزيرو والاي اوف اوميجا له قيمه. للسهوله هضرب التكامل في اتنين وكامل على نص الفتره. طيب ساين الاي اوف اوميجا هو اللي بزيرو والبي اوف اوميجا هي اللي بتبقى ليها ايه؟ ليها قيمه. ليه بعمل كده؟ هستخدمه في ايه؟ تعال نشوف. الاستخدام الاساسي ان انا احل ديفرنشال ايكويشنز. لما احول فانكشنال اكس بالشكل ده اقدر استخدمه في حل الديفرنشال ايكويشن. ممكن استخدمه في الانتجريشن، وممكن اناقش الفانكشنز او اجيب قيم الفانكشنز المعرفه بالانتجريشن اصلا. طب ما تيجي نشوف مثال كده. المثال اللي احنا لسه متكلمين عنه من شويه سنجل بالز. سنجل بالز دي ممكن تيجي لي ازاي؟ ان الاشاره او سيجنال معدومة خالص زمن معين أو انترفال معينة ادتني قيمة وبعد كده رجعت تاني معدومة.
او منعدمه. السنجل بلس هنا بعد ما رسمتها لقيتها سيمتري about الواي اكسس، بالتالي قلت ان هي ايفن فانكشن. يبقى هعمل ايه؟ هقول ان الاي اف اوميجا ليها قيمه اللي هو عباره عن 2 في الاكسبريشن بتاعها وكامل من 0 لايه لواحد. خد بالك بقى من نقطه مهمه جدا، ان الفانكشن ليها قيمه من سالب 1 لواحد، لكن الباقي ايه بزيرو. يبقى بالتالي تكامل اللي هو من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه هيروح لايه؟ لسالب 1 لواحد، تمام؟ ولكن انا بكامل على نص الفتره بس وبضرب في 2 يبقى من 0 لواحد، تمام؟ التكامل ده النتيجه بتاعته تبقى عامله ازاي؟ 2 ساين اوميجا على باي الاوميجا، تمام؟ وبعد كده ارجع بالاي اوف اوميجا اللي انا جبتها ديت اعوض في الفانكشن اكس. يبقى انا جبت الاي صورة الفانكشن اكس بدلالة الاي فورير انتجرال بالشكل اللي انا شايفه كده. طبعا البي اوف اوميجا بزيرو عشان قايل ان الفانكشن اكس هنا ايه ايفي. علشان اقفل بقى مسألتي هبص على الانترفال اللي انا بكامل عليها، هلاقيها ايه؟ هلاقيها من زيرو لما لا نهاية. يبقى انا كده لغيت الجزء اللي في النص، الجزء اللي على الشمال ده. خليني في الجزء اللي على اليمين، هبص على الفاليوز بتاعت الانتجريشن، هلاقي ايه؟ هلاقي من زيرو لواحد قيمة، وعند الواحد قيمة، وأكبر من واحد له قيمة تانية. وأجيب بقى الفاليوز بتاعت الانتجريشن دي ده، فهلاقي عند من الزيرو للواحد، من الزيرو للواحد الفانكشن اكس بكام؟ بواحد. يبقى باي على الاتنين في فانكشن الاكس اللي هي بواحد، يبقى من زيرو لواحد باي على الاتنين. خد بالك انا وديت الباي على الناحية التانية. طب اكس بتساوي واحد، ده هيقابلني ان عند اكس بتساوي واحد في قيمتين، قيمة من الشمال بنص، سوري، قيمة من الشمال بواحد، وقيمة من اليمين بايه؟ بزيرو. هاخد الايه؟ الافريج. يبقى واحد زائد زيرو بايه؟ على الاتنين بايه؟ بنص. يبقى هنا في نص، وهنا في اتنين على باي، هشقلب وادي الناحية التانية، يبقى باي على اربعة. يبقى عند اكس بواحد قيمة قيمة الانتجريشن دون بباي على اربعة. طيب الاكس اكبر من واحد، ده فانكشن الاكس هنا بزيرو، يبقى قيمة الانتجريشن بايه؟ بزيرو. يبقى انا قدرت اوصل لقيمة الايه؟ الانتجريشن دي. طب تعالى كده احط لي الاكس بزيرو، ده تكامل اصبح هنا اكس بزيرو، كوزاين الزيرو بواحد، فظهر تكامل من زيرو لما لا نهاية ساين اوميجا على اوميجا، دي اوميجا بيساوي فانكشن الايه؟ الزيرو اللي هي باي على اتنين. الانتجريشن دون كان صعب علينا السنة اللي فاتت اعدادي هندسة، فكنا بنعمله بطريقة معينة، كنا في الآخر بنجيبه باي على اتنين. دلوقتي قدرت اجيبه بايه؟ بكم كلمة كده كتبناهم في الأول، سطرين اهو زي ما بيقولوا. يبقى we use the Fourier integral to get the value of the integration، صح كده؟ طيب لما كنا بنشتغل في فورير سيريز كنا بنقول ان انا بمثل فانكشن اكس بمجموعه من الساينز والكوزاينز، هنا كنت همثلها بكوزاين، صح؟ فكنت هلاقي ايه؟ ان الكوزاين بتلف كده حوالين الايه؟ الخط دون، بحيث لو خدت عدد كبير منها تديني الخط ابروكسيميشن، صح ولا لا؟ هنا مش هيحصل الكلام ده بالظبط، مش هتلف كده حوالين الايه؟ الخط، لكن هتبقى عبارة عن الرسمة اللي احنا شايفينها دي كده. كده لو خدت small number of terms، لو كبرت شوية الخط هيبدأ يتعدل معايا شوية، ولو كبرت خالص الخط هيبدأ ان هو ايه يوصل للفانكشن بتاعتي. الترمز دي اللي عبارة عن ايه؟ خد بالك ان تكامل من زيرو لملا نهاية، صح ولا لأ؟ لو كملت مثلا من زيرو لعشرة يبقى انا خدت شوية ترمز، لو كملت من زيرو لعشرين اخدت ترم اكبر، من زيرو لمية يبقى خدت ترم أكبر وأكبر، تمام كده؟ طيب تعال نشوف أنواع من المسائل بقى اللي ممكن تقابلني. أول نوع إن يجيب لك يقول لك إيه؟ using Fourier integral representation show that
انتجريشن معين بيساوي قيم معينة. خلينا نتكلم عنه دون في السلايد الجاي. لكن الفكر التاني بتاع الأسئلة ان هو يجيب لك functional x ويقول لك represent ال functional x ديت in the form of Fourier integral. يبقى ساعتها الـ A of omega ليها قيمة والـ B of omega ليها ايه؟ قيمة. طيب represent ال functional x ديت Fourier cosine integral، يبقى الـ A of omega ليها قيمة، B of omega بزيرو. Fourier sine integral، يبقى A of omega بزيرو وB of omega بايه؟ ليها قيمة. طيب ممكن فرور انتجرال بس مش مديك هل هو ساين ولا كوزاين، يبقى انا احدد من نفسي سواء بالرسمة او بالايه بالشرط اللي احنا كنا متكلمين عنه الفيديوهات اللي فاتت. يبقى زي المثال اللي فات ده كده، كان بالرسمة حددت ان هو ايفن وبدأت اشتغل ايه كوزاين فرور انتجرال. خلينا نشوف مثال على الجزء الاولاني ده. بيقول لك يوز فرور انتجرال، using Fourier integral show that ال integration ده 1 بيساوي القيم دي. طب انا اعمل ايه بقى؟ قال لك تبص على ال integration وتشوف اللي معاه ال x، تشوف ال sin او ال cosine اللي معاها ال x، بالتالي احدد سواء كان عايزنا اشتغل cosine Fourier integral ولا sin Fourier integral. تمام؟ يبقى بص على ال integration بتاعي وحدد من خلاله سواء كنت هشتغل كوزاين ولا ساين. لو ساين اكس اوميجا يبقى هشتغل اود، لو كوزاين اكس اوميجا يبقى هشتغل ايفن، لو مجموع منهم او طرح يبقى ولا ايفن ولا اود، هشتغل عادي خالص. الفانكشن دي عبارة عن ايه؟ خد بالك في ساين اكس اوميجا احنا اتكلمنا عن اللي فيه اكس، ما اتكلمناش عن اللي فيه ايه كونستانت زي الباي ده كده. يبقى ده ساين اكس اوميجا، يبقى الدالة هنا ايه؟ اود. تمام؟ قد يبقى ايه في اوميجا بايه؟ بزيرو، والبي في اوميجا ليه؟ قيمة، صح ولا لا؟ يبقى هو ضعف نص الانترفل، ادي 2 على باي من زيرو لباي، الانترفل اللي انا شغال عليها اهو، باي على 2 فانكشن الاكس بتاعتي، اهي دي فانكشن الاكس بقى، الفانكشن الاكس هجيبها منين؟ هجيبها من الفاليوز اللي هو مديها لي، والانترفل هجيبها من هنا برضه، ساين اوميجا اكس، دي اكس، لما اعمل التكامل دون هيطلع لي b of omega عبارة عن 1 minus cosine omega باي على omega. ده اللي موجود في الايه؟ في الجزء اللي هو مديهولي ده، اللي هو عايز نثبته. خلاص اقوم حاطه بالشكل ده كده واقول له هو المطلوب ايه؟ اثباته. تمام كده؟ تمام كده. المثال بتاعي خلص. في شوية نوتس كده كنت عايزك تاخد بالك منه. اول حاجة، في حاجة اسمها لابلاس ريبريزنتيشن. هتقابلني فين؟ هتقابلني في التكاملات. لو انا بحل حاجة زي كده e باور ماينس a في الاكس، هتقابلني e باور ماينس kx، لو شلنا بقى الاي وحطينا k، e باور ماينس kx ساين اوميجا اكس. ممكن اعمل التكامل دون بطريقتين، يا اما باي بارتس، يا اما استخدم بقى لابلاس ايه ريبريزنتيشن. لابلاس كانت بتقول لك ان نتيجة التكامل دون عبارة عن كي على كي سكوير زائد اوميجا سكوير، اللي بيحدد لي ايه؟ اللي بيحدد لي الدالة دي سواء كانت ساين او كوزاين. فلو كوزاين هيبقى المتغير بتاعي هو اللي هينزل، اوميجا على كي سكوير زائد اوميجا سكوير. تمام كده؟ ده ممكن اقابله فين؟ في المسائل. اللي ممكن اقابله برضو في المسائل حاجة زي كده، كوزاين اوميجا اكس على 1 زائد اوميجا سكوير، واجي ايه يقول لك كامل. الكلام ده هو له جنرال كيس بالشكل ده كده، بس في كي بقى، كوزاين اوميجا اكس على كي سكوير زائد اوميجا سكوير، دي اوميجا بكامل من سالب من زيرو لما لا نهايه، الكلام ده بيساوي باي على 2 كي اي باور ماينس كي اكس. كل اللي انا عملته شلت الكي وحطيت 1، ظهر لي الجزء ده كده. ده انا هشوفه في مثال 13 في الكتاب اللي معانا. ممكن اشيل الاوميجا واعوض عنها باكس، بس خد بالك انا هنا كنت بكامل بالنسبه لايه؟ بالنسبه لاوميجا، يبقى التكامل هيبقى بالنسبه لاكس بعد كده. تمام. في نوع من المسائل في الشيت هلاقيه بالشكل ده كده، اثبات فانكشن الاكس بيقول لك ان هي
ليها فوريير كوزاين انتجرال اثبت لي ان فانكشن اي اكس بالشكل ده كده. طيب مدام قال لك ان فانكشن اكس عندها فوريير كوزاين انتجرال يبقى اقدر اقول ان فانكشن اكس بتساوي من تكامل من زيرو لما لا نهايه اي في اوميجا كوزاين اكس اوميجا دي اوميجا، صح ولا لا؟ طب الاي في اوميجا دي بتساوي ايه؟ بتساوي 2 على باي تكامل من زيرو لما لا نهايه فانكشن اكس كوزاين اوميجا اكس دي اكس. طيب يبقى اذا فانكشن الاي اكس، فانكشن خد بالك فانكشن الاي اكس هي فانكشن الاكس، بس الاكس ليها هنا ايه؟ ليها معامل بنسميه الاي. نفس الكلام بس الاي اوف اوميجا هنا هتتغير هنسميها اي داش، تمام؟ طب الاي داش هنا بقى هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن 2 على باي تكامل من زيرو لما لا نهايه فانكشن اي في الاكس كوزاين اوميجا اكس دي اكس. عايز اوصل العلاقه ما بين الاي داش اوف اوميجا والاي اوف ايه اوف اوميجا، يبقى عايز اشيل الاي اوف اكس ديت ويبقى متغير وحيد كده، على عشان كده سميت الاي اوف اكس بيو، فبالتالي الاكس بتساوي ايه؟ يو على ايه، يبقى الدي اكس بيساوي ايه؟ دي يو على ايه. وبعد كده رجعت عوضت تاني. خد بالك من حدود التكامل ممكن تتغير لو في مسألة تانية، لكن هنا حدود التكامل مش هتتغير. اي داش في اوميجا بيساوي 2 على باي تكامل من زيرو لما لا نهاية فانكشن الاكس كوزين اوميجا على ايه يو دي يو على الاي. يبقى ده بيساوي ايه بقى؟ 1 على ايه 2 على باي في تكامل من زيرو لما لا نهاية فانكشن اليو كوزين اوميجا على الاي في اليو دي يو. يبقى الكلام دون هو الاي اوف ايه؟ الاي اوف اوميجا، بس الفرق فين؟ ان الاوميجا هنا عبارة عن اوميجا على ايه، صح ولا لا؟ يبقى الاي ما بقتش ايه اوف اوميجا بقى، بقت ايه اوف اوميجا على الاي، تمام؟ يبقى اشيل بقى الجزء ده كله واحط ايه اوف اوميجا على ايه، بس خد بالك هتبقى واحد على ايه بره. يبقى اذا ارجع بقى اعوض فين في الفانكشن اي اوف اكس دي، هتلاقيها طلع الاثبات اللي هو عايزه، تمام كده فهمنا؟ طيب نفس الكلام في مسائل 16 و 17. مثال بقى بيجي كتير في الامتحانات، فانكشن اكس بتساوي اي باور ماينس اي اكس، عايزين نحاول فيه في البيت والنتيجة النهائية هتطلع بالشكل ده كده. يا رب تكونوا فهمتوا، شكرا.